بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أسأل جميع الإخوة أن يدعوا لإخواننا في غزة، لأن الذي حدث من عدوان عليهم ومن صرف عدو غاشم مغتصب لا يزال يعني يسعى إلى إذلال هذه الأمة، وهم أشد الناس عداوة لهذه الأمة. لتجدن أشد عداوة للذين عملوا اليهود والذين أشركوا. ولذلك ما بنستغربش موالاة العالم الغربي كله لإسرائيل في ضربها لغزة. وحقوق الإنسان فين؟ حقوق الأطفال والنساء اللي بتقتل فين؟ فنسأل الله عز وجل أن ينجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في غزة. اللهم انصر المسلمين في سوريا. اللهم فرج كربهم. اللهم أهلك أعداء المسلمين. اللهم أهلك اليهود ومن والاهم. اللهم أهلك بشار الأسد ومن والاه وجنوده وأعوانه. اللهم خلص شعب سوريا من شره وشر أمثاله وجنوده. اللهم انصر المسلمين في العراق وأفغانستان والقوقاز وكشمير وبرما. اللهم نجي المسلمين في برما. اللهم فرج كربهم. اللهم اغنهم. اللهم اكفهم بحلالك عن حرامك. اللهم كف عنهم شر عدوهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.